اوقات استعمل شقف يعني امرار جيب فوطه بقيمه 4000 هي سعرها منا منيحه بتعمل حساسيه. يعني اوقات استعمل شقف هي وحفاضات بنتي قصن لثلاث قطع قطعتين امرار حتى اذا كون رايحه محل ما نفذ لبرا يعني من ورا هيدا الشيء. صرت عاني كثير من سعر الفوط يعني هي ماشي ما كنا نعمل حسابها فهلا صارت غالي. بتفضلي تجيبي شيء لولدك بتفضلي تجيبي طعمي شيء لولدك بهيدا السعر اللي انت عم تجيبي فوط فيه. العيد عم جيب لهم حفاضات للخلقانين جديد عم جيب لهم هيدي الفوطة وعم قلها يا ماما بتستخدميها يعني تخيلي بناتي عندي ثلاث بنات وثلاثة بتجيهم ورا بعض فشو بدي لحق لهم فوط صحية قليلي أنا شو بلحق بهيك وضع.